غادي نشارك معك اليوم واحد من المفاتيح اللي كتمكنك من الاتصال مع طاقتك الانثويه وتطويرها شويه بشويه كيف ما وعدتك. خاصك تفهمي اولا ان الطاقه الانثويه هي واحد لابولاريتي بحالها بحال الطاقه الذكوريه. حنا عندنا في الداخل ديالنا لي دو بولاريتي، سواء كنا نساء او رجال، لان هاد الطاقات بجوج بهم خاصينا باش يكون عندنا ان بيان نتر. ولكن للاسف الطاقه الانثويه الموجوده في العالم كامل تم قمعها وبالتالي انخفضت بزاف لمئات وحتى الاف السنين. اليوم راها كترجع بشويه بشويه للصداره. خاصنا نفهموا ان هاد الطاقه عندها قوى متعدده وعندها اهميه، بل عندها قدسيه بحالها بحال الطاقه الذكوريه. المهم ان هاد الطاقتين بجوج ما عمرهم ما كيتعارضوا. هذه هي النقطه اللي كنبغي نركز عليها في هذا الفيديو. بالعكس خاص يكون تكامل ما بين طاقه الانوثه وطاقه الذكوره، حيت تو سامبلومون وحده فيهم سالبه والاخرى موجبه، وهذا الشيء اللي كيخلق التوازن الداخلي عند كل منا سواء النساء او الرجال. تابعونا في الفيديوهات المقبله باش نزيد نشرح لكم على هاد الطاقات بجوج وكيفاش يمكن لينا نستغلوهم pour notre bien-être et notre équilibre. Donc abonnez-vous à la chaîne, rabit la chaîne, عندكم في الديسكريبشن.